في 12 من مي 64 900 و1000 وفي قصر باردو، حيث أمضى الصادق باي معاهدة الحماية، وعلى ذات المكتب أمضى الرئيس لحبيب بورقيبة قانون الجلاء الزراعي، وبمقتضاه تم استرجاع 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تحت تصرف المعمرين وتأميم ما هو متصل بها من شركات التحويل الفلاحي والمقرات والدواوين والمستودعات والأثاث والآليات، وتحويل ملكيتها للدولة والتعاضديات الفلاحية، كما تم بعث ضيعات دولية يديرها مباشرة ديوان الأراضي الدولية. هذا الجلاء الوطني الذي استكملت معه مقومات السيادة الوطنية تسبب في أزمة حادة مع فرنسا التي سحبت سفيرها من تونس وجمدت التعاون الاقتصادي والمالي معها، بما يعني ذلك من قطع للإعانات المالية للميزانية وكذلك المساعدات العسكرية للجيش التونسي، إلى جانب سحب المعلمين الفرنسيين وبعض الأساتذة من التدريس في إطار اتفاقية التعاون الثقافي التربوي بين البلدين. هذه الأراضي التي تم تأميمها والتي كانت خصبة فيما مضى تحولت بمرور الزمن إلى عبء على الدولة، ولم تعد قادرة على الإنتاج وعلى مد الشعب بمستلزماته الغذائية، ما دفع الدولة إلى توريد المواد الأساسية. وتحيي تونس اليوم هذه المناسبة وسط حديث ملح تفرضه التطورات العالمية حول ضمان رهان الأمن الغذائي. هذه المسألة الحساسة والاستراتيجية، حيث لا يمكن الحديث عن خطة جدية للتنمية الاقتصادية دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخططات تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنية لتجنب الارتهان إلى الخارج قصد تغطية العجز الغذائي. وعليه فواقع القطاع الفلاحي الذي يعتبر رغم الصعوبات يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في النسيج الاقتصادي الوطني على صعيد القدرة التشغيلية والمساهمة في الناتج المحلي الخام، وامتداد هذا النشاط على مختلف مناطق البلاد يتطلب مراجعة السياسات المعتمدة مع ما يتوافق والتحديات المطروحة على القطاع الفلاحي.